بدء تلقي الطعون في نتائج انتخابات العراق. ميليشيات إيران تتوعد والكتل تبدأ مشاورات التحالفات. ميليشيات إيران تسعى لمواجهة أغلبية الصدر، والتوافقات تحدد مستقبل أمريكا في العراق. قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف لوزير المالية السابق، ونصر الله يطالب بإقالة بيطار. استياء يمني رسمي من الصمت العالمي لحصار ميليشيات الحوثي، مديرية العبدية جنوب مأرب. إغلاق شرق السودان يدخل أسبوعه الرابع بأزمة خبز تتسبب بتقليص ساعات الدوام في المدارس. ومقتل 4 عناصر من الميليشيات الإيرانية في الغارات المجهولة على البوكمال أمس. أهلا بكم إلى استوديو الحدث على مدى ساعتين، نفتح فيهما عددا من الملفات ونوافيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. والبداية من العراق وفيما له علاقة بنتائج الانتخابات العراقية والتوقعات ومستقبل التحالفات. إذن مع إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الأولية، أعلن حلفاء إيران المتمثلون بتحالف الفتح وفصائل ميليشيات الحشد عدم قبولهم بنتائج الانتخابات مهما كان الثمن. وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري عدم قبوله بالنتائج ووصفها بالمفبركة. هذا وهاجم المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله العراقي أبو علي العسكري الانتخابات ووصفها بأكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي وفق تعبيره. وأعلن في تغريدة أن ميليشياتي ستقف بكل حزم لإعادة الأمور إلى نصابها، داعيا ما سماها فصائل المقاومة والحشد الشعبي إلى الاستعداد لمرحلة حساسة بحسب تعبيره. وكان تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران أعلن رفضه نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم جميع الملاحظات الفنية إلى مفوضية الانتخابات. واليوم بدأت مفوضية الانتخابات بتلقيها الطعون في نتائج الانتخابات ولمدة 3 أيام. وأعلنت المفوضية أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة. هذا وينتظر العراقيون الآن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات المعلنة التي يتوقع أن تصدر خلال الشهر الحالي بعد صدور النتائج الرسمية، ليدعو الرئيس العراقي بعدها إلى انعقاد مجلس النواب واختيار رئيس جديد للجمهورية. إذن الحديث الآن عن الخارطة السياسية العراقية في أعقاب هذه النتائج والسيناريوهات المتوقعة، من يقبل من يرفض ومن يرفض كيف سيتصرف في هذه الحالة. بكل الأحوال الخارطة السياسية العراقية في طريقها إلى التغيير، هذا وفق ما أشارت إليه النتائج الأولية للانتخابات. مفاجآت لربما لم تكن في الحسبان، إذ خسرت قيادات سياسية شغلت مساحة واسعة سياسيا وإعلاميا كان من المتوقع لها أن تفوز، إلا أنها لم تحصل على مقعد واحد. طبعا ستبدأ المعلومات بالظهور على الشاشة، مقعد واحد ليعيدها إلى العملية السياسية. أبرزها أياد علاوي، آلاء طالباني، وبهاء الأعرجي، وظافر العاني، وسلمان الجميلي، إضافة إلى محمد الكربلي وعدنان الزرفي وأسامة النجيفي. لكن المفاجأة الكبرى كانت بتعرض تحالف الفتح الذي يضم جميع القوى والميليشيات الحليفة والموالية لطهران لهزيمة قاسية، إذ تشير الأرقام المعلنة إلى حصوله على نحو 14 مقعدا بعد أن كان يملك 47 مقعدا في الدورة الماضية. كما أظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضية في 18 محافظة عراقية تقدم التيار الصدري الذي حصل على عدد غير مسبوق
وهو 73 مقعدا بعدما كان يحظى ب 54 مقعدا في الدورة السابقة. هذا التقدم سيسمح للتيار بالضغط في اختيار رئيس الوزراء وتشكيلة الحكومة المقبلة. نتابع احتفالات أنصار الصدر بتقدمهم في هذه الانتخابات. وبالعودة لما حملته النتائج الأولية للانتخابات العراقية، تمكن تحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي من تحقيق خرق في الواقع في هذه الانتخابات، إذ حصل على 37 مقعدا مقابل 23 في الدورة الماضية. كما تشير الأرقام أيضا إلى تعرض تحالف قوى الدولة الذي يضم رئيس تيار الحكم عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لخسارة غير متوقعة، فالنتائج الأولية تشير إلى حصوله على نحو 20 مقعدا فقط، فيما كانت تزيد مقاعد الطرفين في الانتخابات السابقة على 35 مقعدا. بينما يأتي تحالف تقدم الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في المركز الثاني بالنسبة للفائزين برصيد 38 مقعدا. في إقليم كردستان، تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من الفوز بنحو 32 مقعدا، متجاوزا رصيده في الانتخابات الماضية بسبعة مقاعد. يليهم الاتحاد الوطني الكردستاني ب17 مقعدا، على الرغم من تحالفه مع حركة التغيير التي بدورها لم يتمكن مرشحوها من الحصول على مقعد واحد، فيما تمكنت حركة الجيل الجديد الناشئة من الفوز بنحو 9 مقاعد. ويتوقع خروج حزب الفضيلة الإسلامي من دائرة التنافس بعد أن كان ضيفا دائما على الدورات البرلمانية السابقة وبرصيد مقاعد يتراوح عادة بين 5 إلى 9 مقاعد، فيما فاز تحالف عزم بزعامة الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر ب15 مقعدا. أما المفاجأة كانت حصول جماعات حراك تشرين والمدنيين على نحو 20 مقعدا. We'll be right back.
من بغداد مراسل الحدث سامر الكبيسي، ومن أربيل مراسل الحدث أحمد الحمداني. أهلا بكم سامر. ما زلنا في إطار طبعا التداعيات والتفاعلات على هذه النتائج، لدرجة أن البعض ليس لم يقبل فقط، بل ذهب إلى حد التهديد لتغيير هذه النتائج. فعلا محمد، في البداية مساء الخير. هناك من قبل بهذه النتائج، لا وبل يؤكد بأن هذه النتائج هي النتائج الحقيقية، وفرح بهذه النتائج وبدأ منذ الآن يفكر بتشكيل الحكومة. نتحدث عن الكتلة الصدرية ومن يود التحالف معها. أيضا هناك من يترقب حتى هذه اللحظة من سيستطيع من الجانب الشيعي تشكيل الحكومة أو الوصول إلى الكتلة الأكبر. كما تعلم محمد، بدأت المنافسة مبكرا ربما بين تحالف المالكي، تحالف دولة القانون، والكتلة الصدرية مبكرا لتشكيل الحكومة، أو بالبداية لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة. الأطراف السنية ما زالت تراقب المشهد، الأطراف الكردية أيضا ما زالت تراقب المشهد، والخاسرون، ربما الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو تحالف الفتح، والذي خسر نحو 25 مقعدا مما كان يمتلكه في الدورة السابقة للبرلمان. الدورة الرابعة كان تحالف الفتح يملك نحو 48 مقعدا إلى هذه اللحظة محمد، ما يمتلكه تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، والذي يضم الفصائل المسلحة وهو الجناح السياسي طبعا لهذه الفصائل، يملك 15 مقعدا. بمعنى أن الصدمة كبيرة على تحالف الفتح بهذه الخسارة، لم ولن يقبل بأكثر من بيان بهذه النتائج. البعض من تصريحات تحالف الفتح ذهبوا بأنهم سيطعنون بهذه النتائج من خلال مفوضية الانتخابات التي فتحت الطعون منذ اليوم وصولا إلى نهاية الأسبوع، وبواقع 3 أيام ستستقبل الطعون في النتائج، ومن ثم القضاء يبت بها، ومن ثم ستكون المصادقة ربما في نهاية هذا الشهر، شهر تشرين، ستكون المصادقة على نتائج الانتخابات. لكن محمد، أيضا حتى هذه اللحظة بحسب البيانات التي خرجت والمقاعد التي نشرت، إن كان على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال طبعا وكالة الأنباء العراقية وما أكدته المفوضيات في مكاتبها، مكاتب المفوضية في المحافظات، بأن ما نشر هو غير نهائي. لكن بحساب بسيط محمد لهذه النتائج، يظهر أن هناك أكثر من 40 مقعدا حتى هذه اللحظة مبهمة. بمعنى ما نجمعه للكتل السياسية من مقاعد لم يصل إلى 329 مقعدا، وهو عدد مقاعد البرلمان العراقي. سيكون هناك نقص نحو 40 مقعدا. هذه 40 مقعدا حتى هذه اللحظة لا نعلم إلى من تعود، هل هي بسبب النتائج الأولية أم ربما خلل في المنظومة الإلكترونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أضف محمد إلى ذلك الكثير من المرشحين للانتخابات أبدوا استياءهم من الأرقام التي خرجت. يتحدث البعض على أنه يملك شرائط إلكترونية من أجهزة التصويت الإلكتروني في الدوائر الانتخابية، لديه رقم مجموع من الأصوات، والمفوضية أعطت رقما آخرا من الأصوات. هذا ربما سيفتح الباب واسعا للتشكيك بنتائج هذه الانتخابات، وأيضا سيفتح الباب واسعا لتقديم الطعون لمفوضية الانتخابات للبت بها في أقرب وقت ممكن. طيب، معلومات لافتة جدا، وطبعا في إطار أن نناقشها خلال استوديو الحدث. أحمد الحمداني، في أربيل إذا كانت أيضا الأجواء شبيهة بما يحدث في يعني بغداد والمحافظات الأخرى، وتداعيات أو تفاعلات هذه النتائج حتى اللحظة؟ محمد، طبعا قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان هوشار زيباري وزير خارجية والمالية الأسبق، والآن يشغل هو مسؤول مؤسسة الانتخابات بالحزب الديمقراطي الكردستاني. قد أنهى مؤتمرا صحفيا قد شرح وكشف عن خارطة التحالفات ونوايا التحالفات وإلى من سيميلون. وأهم ما قاله يبدو، طبعا قبل ما أقول أهم ما قال، يبدو أن أمام الديمقراطي الكردستاني كعادته في كل مرة مهمات وأولويات، أول الأولى منها هي ترتيب وإعادة ترتيب واتفاقية البيت الكردي والاتفاقية فيما بينهم الفرقاء السياسيين الفائزين في هذه الانتخابات على المناصب السيادية والغير سيادية في بغداد، ومن ثم
يخرجون ومن ثم يتفقون مع الكتل السياسية الفائزة، يقررون مع من ينضمون ويتحالفون لتشكيل الحكومة. وكما قال زيباري أن الكتلة الكردية ستتفق هذه المرة على مرشح يمثلها في رئاسة الجمهورية. ضمنا كشف زيباري على أن الديمقراطي كردستان يسعى لأخذ منصب رئاسة الجمهورية بعد أن كان لعدة دورات للاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس برهم صالح وأيضا إمام جلال طالباني الراحل رئيس الراحل جلال طالباني، وهذا طبعا كان محاولة في الدورة السابقة لكن لم ينجح. بالتالي هناك وأيضا كشف عن عدة أمور أن الحلبوسي لديه فرصة للعودة إلى رئاسة الرئاسة. طيب بس أحمد يعني السؤال بعد أن في حالة رضا ما بين الحزبين الرئيسيين يعني في إقليم كردستان على هذه النتائج أو إزاء هذه النتائج، طبعا لم تكن هناك أي اعتراضات كبيرة سوى أنهم هناك شكاوى في هذه المنطقة في هنا وهناك، لكن هم راضون إلى حد كبير. وزيباري انتقد من يهدد بنزوله إلى الشارع بأسلحة ويهدد وانتقد، وأيضا أكد على أن هذه العملية مراقبة دوليا وربما وسيكون هناك تقارير دولية ومصادقة دولية عليها ومن الصعب أن ننسفها أو عدم الاعتراف بها. بالتالي فهم يعولون على أن مصادقة الانتخابات أمميا ويذهبون إلى بغداد، وأيضا قال الباب مفتوح على التحالفات مع الكتلة الصدرية أو دولة القانون، خصوصا وأن دولة القانون وأيضا أحزاب إيران السياسية تحاول أن تلملم شتاتها وتحاول أن تخرج بقائمة أو كتلة كبيرة داخل البرلمان لمواجهة الصدر. هنا أشير إلى أن الانشقاق الكبير واضح، بدأ واضحا جدا شكرا. خطاب الصدر وخطاب أيضا أحزاب إيران. من أربيل مراسل الحدث أحمد الحمداني شكرا لك، ومن بغداد مراسل الحدث سامر الكبيسي شكرا لك أيضا. وعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري في كلمة إنه يرحب بكل السفارات ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة على حد تعبيره. ومن هنا أقول كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة، وأي تدخل فسيكون لنا رد دبلوماسي أو لعله شعبي يليق بالجرم. فالعراق للعراقيين فقط، ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق. آخر ردات الفعل على نتائج الانتخابات وليس آخرها طبعا ما أعلنه أو بشكل عام يعني كل التطورات المتعلقة بهذه ردات الفعل، ما أعلنه الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن الانتخابات كانت نزيهة ورفضها بالمجمل سيخلق الفوضى، وأن التهديد بالنزول للشارع سيؤدي لنتائج كارثية للعراق. هاي خطيرة حقيقة، يعني أكو طرق قانونية وأصولية للطعن بنتائج الانتخابات والسلوك والتحقق من أن هذه الانتخابات جاءت نزيهة ونظيفة وحرة، هذا حق مشروع، لكن رفضها بمجملها كأنها مرفوضة ورح ننزل للشارع ونرفض هذه النتائج، هذا رح يخلق فوضى في البلد كلياتها وتصير مصيبة حقيقة. نأمل أن هذا السيناريو ما يحصل، لأن أكو طرق قانونية
أصولية بإمكان هاي الأطراف اللي تشكو أنها غبنت أو حقوقها غبنت أن تسلكها. أما استخدام السلاح وتظاهر المسلح أو المنع أتصور راح يؤدي إلى نتائج كارثية للبلد كلياتها. وكشف زباري عن اتصالات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع غالبية الكتل، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية ستبقى الأكراد وفي يد أو ستبقى في يد الأكراد، وأن رئاسة البرلمان ستبقى من حصة السنة ولن يحدث تبديل. لدينا مشاورات واتصالات مع غالبية الكتل، مع التيار عدنا، مع دولة القانون عدنا، مع تحالف تقدم للسيد الحلبوسي عدنا، بتلاحظ شلون؟ مع الآخرين هم عدنا، يعني بعد لا زال تدري، يعني الأقرب راح يكون اللي نتفق عليه على البرنامج مالهم أنا ذاك. كما لم يستبعد زباري تجديد الثقة في رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال أجمعت عليه كل القوى السياسية. أخذ جواب واضح وصريح مني صعب، بس أنطيك بعض المؤشرات. أولا الفترة اللي تولى بها مصطفى الكاظمي قليلة حقيقة، يعني إذا نقيسها بفترات رؤساء الوزراء الآخرين لا، الرجال بعدين أوفى بوعده، قال أنا راح أسوي انتخابات مبكرة وما راح أنزل، ما عندي طموح، ما عندي حزب، أنا جاي بتعاون بتآلف بدعم القوى الوطنية هي اللي جابتني، فلذلك أبقى خارج السباق. هسه هم هو أحد الأسماء المطروحة بالتأكيد، يعني عنده فرصة، لا زالت عنده فرصة، لكن هذا يعتمد بالنتيجة على التوافقات السياسية للأطراف اللي تشكل الحكومة. هذا إذا صار توافق عليه ممكن استمرارا ممكن، أما إذا اختاروا شخص آخر لأن هو ما عنده أحد عمليا، ما عنده جهة أو كتلة تدعمها، فلذلك هو حاليا رئيس وزراء لحكومة تصريف أعمال إلى أن تشكل الحكومة الجاية. هذا وقال سعود المشهداني المتحدث باسم تحالف تقدم العراقي إن هناك اتفاقات مبدئية مع التيار الصدري الذي يعد مشروعا وطنيا لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى. المشهداني قال إن هناك أيضا اتفاقات مبدئية مع الحزب الديمقراطي، مؤكدا أن التحالف سيكون قوة مؤثرة في البرلمان. هناك اتفاقات مبدئية مع التيار الصدري، والتيار الصدري أيضا مشروع وطني، واستمعنا اليوم إلى خطبة وكلام السيد الصدر، كلام مطمئن ورائع وجميل ويغلب مصلحة البلد على المصالح الأخرى، ويدعو إلى إبعاد السلاح المنفلت، ويدعو إلى الدولة القانونية وإلى السلطة الحقيقية التي تضمن يعني حقوق الأفراد. فنحن لدينا اتفاق مبدئي مع السيد الصدر ومع الديمقراطي، حزب الديمقراطي، وهناك توافقات، ونحن عازمين أن نكون نحن الكتلة الأكبر، وسنكون مشاركين وفاعلين وأقوياء، وستكون لنا الكلمة يعني المؤثرة في اختيار الرئاسات الثلاثة. اليوم رئيس الجمهورية يجب أن يحصل على ثلثي المجلس. من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور حسان الشمري، وأيضا من أربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود، أهلا بكما. أبدأ من بغداد طبعا مع ضيفي الدكتور إحسان. بداية، من الآن بدأ البعض يلمح إلى أنه لا يمكن أن يقبل بهذه النتائج، يعني إذا كانت النتائج لمصلحته تصبح عادلة ونزيهة، وإن لم تكن في مصلحته تصبح مفبركة. شكرا على استضافة حضرتك لك أستاذ محمد والأستاذ كفاح محمود ولمشاهدي قناتكم الكرام. هذا هو العقل الذي لا يؤمن بالديمقراطية أو حتى بآلياتها، خصوصا وأن هذه القوى السياسية الآن التي ترفض نتائج الانتخابات سبق وأن كان لها حظوظ كبيرة في العام 2018، وبذات الوقت الذي كانت فيه انتخابات مزورة بشكل كامل، لكن أيضا رفضت موضوع اتهام انتخابات العام 2018 بالتزوير، ولذلك يبدو بأن حالة اليأس السياسي هو المؤشر على طبيعة هذه المواقف. هذا أولا. الأمر الآخر يرتبط بأن هذه أو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات هو جزء من سياسة ضغوط مدروسة داخلية إقليمية
باتجاه الكتلة الصدرية سيد مقتدى الصدر بالتحديد لغرض العودة لعرف البيت الشيعي. والأمر الثالث هي محاولة لفرض إرادة خارج السياقات والأطر الديمقراطية. ولهذا نتحدث على أن رفض هذه النتائج في ظل انتخابات تكاد تكون الأنزه قياسا بالانتخابات العراقية ما بعد عام 2003 هو جزء من محاولات الإمساك والتمسك بالمشهد السياسي خارج هذه الأطر والآليات الديمقراطية. نعم أستاذ كفاح، لن أسأل هذه المرة عن أنه إن كان الحزب الديمقراطي أو الوطني يعني أي منهما راضيا عن هذه النتائج، لأنه تحدثنا كثيرا الآن عن الأرقام وعما حصل والفوارق ما بين هذه الدورة وما قبلها. أريد أن أسألك عن خارطة التحالفات بالنسبة إلى الحزبين الكرديين، على أي أسس يمكن أن يبنى هذا التحالف مع الأحزاب الأخرى؟ بداية أستاذ محمد أحييك وأحيي الزميل العزيز الأستاذ إحسان الشمري. قبل الخوض بالإجابة حول هذا السؤال، يعني هناك ثقافة، يعني ثقافة فاسدة في ثقافة سياسية فاسدة في بلادنا ليس اليوم، منذ 1958 حينما حصل التغيير وأزيح النظام الديمقراطي الملكي وبدأ عصر الجمهوريات والانقلابات، وهذا الشعار هو إما أن نلعب وإما أن نخرب الملعب. وحصلت العديد من الانقلابات والكوارث، وحتى الحرب العراقية الإيرانية كانت واحدة من إفرازات هذا الشعار، حينما أرادت إيران أن تنصب رئيسا أو حزبا يقود على هوائها. طبعا في العراق رفض صدام حسين أن يعطي تلك الكرسي، وقالها الرجل في حينها بأنه لن يسلم العراق إلا حفنة من تراب، وفعلا تحول إلى حفنة تراب للأسف الشديد خارج إقليم كردستان، ولحد يومنا هذا هناك صراع على السلطة. هذا الصراع يعني بالتأكيد يعني سببه الرئيسي هو عدم وجود وعي وطني ديمقراطي، عدم وجود فكر سياسي ديمقراطي مؤمن بالعملية الديمقراطية. دعك من الشعارات والمزايدات التي يرفعوها. الزميل الشمري أشار إلى نقطة مهمة في الانتخابات السابقة، نفس هؤلاء الذين زوروا الانتخابات لصالحهم أرادوا، وحينما شكك المخلصين بأن الانتخابات لم تكن نزيهة قالوا لا هذه انتخابات نزيهة وإلى آخره. اليوم حينما رفضهم الشعب وبانت حقيقتهم وتراجعوا إلى مجموعة من المقاعد البائسة، اليوم بدأوا يهددون بأنهم سينزلون إلى الشارع وإلى آخره. وكلنا نخشى، يعني نخشى ماذا سيحصل، لأنه بالتأكيد سيجرح السلم والأمن المجتمعي. أعود إلى مسألة التحالفات. في كردستان لدينا إشكالية مع بغداد منذ سنوات عديدة، ويعرف الجميع أنها كرة الثلج تتدحرج وتكبر. من يعني جزاه الله خيرا وسامحه السيد المالكي حينما سمح لتلك الكرة أن تتدحرج وتكبر، سواء في المادة تطبيق المادة 140، في تشريع قانون النفط والغاز، وفي كثير من الأمور التي تتعلق بالإقليم. مشكلتنا في الإقليم ليست فقط انفلات السلاح والميليشيا في بغداد رغم قلقنا منها، لكن مشكلتنا الرئيسية كيف ننظم العلاقة مع بغداد. ولذلك كان هناك نوع من الأريحية بصرف النظر عن السلبيات التي وقعت بها الإدارة السياسية سواء على عهد السيد مهدي القصيرة وعلى عهد السيد الكاظمي أيضا القصيرة، لكنهم كانوا أكثر إيجابية في التعامل مع الإشكاليات. على ضوء هذا سيتم تحديد خارطة التحالفات مع بغداد. بالتأكيد يعني كما يعرف الجميع كان هناك يعني مباحثات معمقة منذ عدة أشهر مع التيار الصدري. الرئيس مسعود برزاني استقبل وقيادة المكتب السياسي قيادة الديمقراطي الكردستاني استقبلت معظم الفعاليات السياسية العراقية الشيعية والسنية منها، لكن من السابق لأوانه الإعلان الآن عن تحالفات. ننتظر جميعا ماذا طيب ستقول إليه إذا كان من السابق تصديق لأوانه، ثم نذهب إلى نعم الدكتور إحسان. نعم. معناها ما تفسيرك يعني وأنت هذا يعني المتابع لهذا الشأن بعمق، تقدم يعني هو كان يعني دائما يحصد مقاعد متقدمة، لكن هذه المرة أتحدث عن عدد كبير للصدريين والحلبوسيين إذا جاز التعبير. طبعا ما تفسيرك لهذا التقدم والحصول على هذه المقاعد الكبيرة أو الكثيرة؟
أولا التيار الصدري هو تيار يمتلك جمهورا عقائديا دينيا، ولذلك لم يتأثر أولا بالدعاية الانتخابية المضادة، والأمر الآخر هو يطيع بشكل كامل السيد مقتدى الصدر، هذا ابتداء فيما يرتبط ببنية التيار الصدري. الأمر الآخر يعني بمقارنة التيار الصدري مع القوى الشيعية الأخرى، أغلب القوى الشيعية الآن إذا ما نظرنا إليها بالمطلق هي فشلت في إدارة الدولة، وأيضا فشلت في تنفيذ برامجها فيما يرتبط بوعودها للشيعة، ولذلك تجد الشيعة من أكثر القوى المكونات تضررا. الأمر الثالث هو فيما يرتبط بخطاب السيد مقتدى الصدر الذي ركز بشكل كبير جدا على الخطاب الوطني، وأيضا يتزعم الآن ما يمكن أن أسميه الشيعة القوميين، وهذا مهم جدا يعني بالنسبة للمكون الشيعي الذي وجد يعني بأن طبيعة انخراط بعض القوى الشيعية بأجندات بولاءات خارجية أضر كثيرا بالعراق، ومن ثم صعود تيار السيد مقتدى الصدر. يعني دكتور حسان في هذا الصدد، وآسف قطعتك فقط يعني للضرورة، أنه عرف الصدر كيف يغتنم الحركة التشرينية أو التحرك التشريني ولحق بركب هذه الاحتجاجات والثورة؟ بما لا يقبل الشك يعني معاناة كبيرة جدا للعراق كل المكونات من الفساد والمحاصصة وإقصاء الكفاءات الوطنية، بل أكثر من ذلك عملية قتل منظمة لأصحاب الرأي لمتظاهرين، مزاج عام يدفع باتجاه محاربة الفساد والإصلاح. أنا أعتقد أنه يتوافق ويتماهى مع طبيعة الطروحات بالنسبة للسيد مقتدى الصدر، ولذلك تجد بأن هناك عملية ثأر من القوى الشيعية التي تسببت في الفساد والإقصاء والتهميش، تهميش القوى والعقول الوطنية، ومن ثم عملية هذا المزاج في المكون الشيعي انتقلت بشكل كامل إلى أن تتحول إلى أصوات إلى الكتلة الصدرية بالتحديد. أما الحلبوسي فمن وجهة نظري إذا ما وجدنا طبيعة هذا التقدم، أنا أعتقد أنه يمثل انتقالة نوعية جدا في طبيعة القوى السياسية السنية، خصوصا وأن السيد الحلبوسي لأول مرة يعني يدخل ككتلة كبيرة. أتصور بأن طبيعة التوازن الذي سار عليهم السيد محمد الحلبوسي كمواقف ساهمت بشكل كبير جدا بأن يكون هناك أسهم كبيرة حصدها، هذا أولا. الأمر الآخر، الحلبوسي يمثل تيارا شبابيا جديدا في قيادة المكونات السياسية السنية، وهذا كان مرغوب طبعا، بالإضافة إلى أن الشارع السني دائما ما ينظر إلى الزعامة السنية ما قبل ذلك، وهذا رجح بشكل كبير جدا حظوظ الحلبوسي. طبعا بالإضافة إلى عامل رابع هو أن بعض القيادات السنية التقليدية لا تمتلك مشروعا يعني على أقل تقدير طموحا مثل ما يدفع به السيد الحلبوسي، ولذلك تجد بأن حظوظه كانت أكبر، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الحزب الإسلامي الذي يكاد الآن غير موجودا، بالإضافة إلى فعاليات سياسية سنية لم تقدم شيء في مجال الإعمار أو حتى حقوق المكون السني. أستاذ كفاح، هل قد نشهد يعني صراعا الآن على منصب رئاسة الجمهورية؟ من الآن يعني الحزب الديمقراطي يقول بأن الرئاسة، رئاسة الجمهورية ستبقى في يد الأكراد، لكن كان من ضمن التحليلات يعني تحليلات لكتاب لمراقبين عراقيين كانوا يقولون بأنه يعني طموح الحلبوسي الوصول إلى رئاسة الجمهورية، ممكن أن نشهد صراعا على هذا المنصب؟ لا أتصور. أنا يوم أمس استمعت إلى حديث السيد الحلبوسي حول مسألة مطالبة البعض من يعني من تياره أو من بعض التيارات السنية وحتى الشيعية بأن يكون رئيس الجمهورية عربيا، وأنا أعتقد هذا طرح يعني ضيق جدا. العراق ملك الجميع، والعراق لا يمكن أن يكون ملك لقومية أو لمذهب معين،
بلد المكونات المختلفة وإلى آخره. وإحنا اتفقنا منذ بداية العملية السياسية، سواء كانت كان هذا الاتفاق سيئا بنظر البعض أو جيدا بنظر الآخرين، لحد الآن هو يعني هو الأنجع. الرئاسة الوزراء للمكون الشيعي كونه يمثل الغالبية، سواء كانت هذه الغالبية زائد واحد أو زائد عشرة، هم الغالبية طبعا بعدم وجود إحصاء تعداد عام للسكان بنيت هذه التقسيمات. رضي السنة أن يكونون يأخذوا رئاسة البرلمان، وقبل الكرد بأن يكون ممثلا لهم رئيسا للجمهورية. هذا الاتفاق لا يزال موجود. السيد الحلبوسي يوم أمس قال لن نختلف على هذا الموقع، هو مجرد مطالبة بعض الأشخاص لكنه لن يكون سببا للخلاف بيننا وبين الكرد وبيننا وبين الشيعة، بمعنى أنه هو مجرد طرح لا ليس إلا. الثابت هو بقاء هذا التقسيم، رئاسة الوزراء ستبقى للشيعة للكتلة الأكبر الشيعية، ورئاسة البرلمان ستبقى. كان هناك خلاف بين الفعاليات السياسية الكردية هنا، ورأينا كيف تم انتخاب السيد برهم صالح خارج التوافق الكردي، يعني كان هناك موقف سلبي من الديمقراط الكردستاني إثر عملية الاستفتاء وإلى آخره، وكان هناك تراكم يعني من الطاقة السلبية لدى الآخرين، أفرغوا تلك الطاقة السلبية في فرض برهم صالح من قبل البرلمانيين الشيعة وبعض السنة أيضا نكاية بالديمقراطية الكردستانية. الآن هذا الدرس انتهى، يعني كان درسا بائسا، سيعود إلى مسألة التوافق داخل البيت الكردي. وربما من على شاشتكم في حينها طرحت فكرة أو رأي بأنه يتم يعني تسمية أو ترشيح شخصا من قبل البرلمان الكردستاني. وحسنا قال السيد هوشيار زيباري اليوم في مؤتمره الصحفي بأنه الفعاليات السياسية الكردية برمتها تجتمع لكي تتفق على شخصية تمثل شعب كردستان لرئاسة الجمهورية. شكرا لك من أربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود، ومن بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشماري، شكرا لكما. صدى الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. تعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغ قاضي التحقيق دعوى طلب لرده. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث في الملفات المختلفة إلى لبنان.
للمرة الثانية في غضون أسابيع علق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد شكوى قانونية جديدة ضد قاضي التحقيق، تقدم بها كل من وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير المالية السابق ومستشار رئيس البرلمان نبيه بري علي حسن خليل، الذي أصدر بيطار بحقه مذكرة توقيف اليوم بعد عدم مثوله للاستجواب. يأتي التجميد الثاني للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعيد شن زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله هجوما غير مسبوق على المحقق العدلي طارق بيطار. ودعا نصر الله في كلمته أمس إلى تغيير المحقق الرئيسي في انفجار المرفأ متهما إياه بالانحياز والتسييس. وحاول نصر الله تدعيم تهمته للمحقق العدلي بالتسييس بقوله إن الاستهداف بات واضحا وقد يطال وزراء وأشخاصا معنيين أو معينين، مضيفا أن المحقق العدلي لا يصل أبدا إلى الحقيقة إذا واصل التحقيق. من بيروت بشارة خير الله الكاتب والباحث السياسي ومستشار الرئيس ميشيل سليمان، أهلا بك. دعنا يا أستاذ بشارة نفهم بداية ما تحفظ يعني وخلق هذه التهم من قبل حزب الله ومن معه ضد المحقق بيطار في انفجار المرفأ. أستاذ محمد، أولا لابد من تذكير المشاهدين أنه مبدأ العدالة هو مبدأ عام ولا يمكن أن يتجزأ، يعني بالعربي ما في عدالة على كارت، يا أما نحن منكون مع العدالة يا أما نحن منكون ضد العدالة. يلي بده يعني يبشر بموضوع أهمية العدالة، أولا لازم يكون مسلم المتهمين باغتيال أو المدانين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتفجير 2005، لأن صدرت يعني إذا بدك المذكرات التوقيف وطلع السيد حسن نصر الله وخبر العالم كله أنه هاو الديسين. شغلة تانية يلي بده العدالة ما بيهدد القاضي وبيسرب التهديد للإعلام، يعني سيد حسن وفريقه السياسي هددوا القاضي البيطار وسربوا التهديد عبر يعني عبر وسائل الإعلامية، يعني علنا عم بيقولوا له بدنا نقبعك. فإذا يلي بيريد العدالة لازم بمحبة يكون عم يمشي تحت سقف القانون ويمارس الطرق القانونية لتثبيت حقه أو عدم حقه بأي موضوع. بموضوع تفجير بيروت في عنا أكثر من 200 شهيد، والحصانات برأي القانونيين والدستوريين والخبراء مع يعني مع أحقيتهم القانونية اللي عم بيطالبوا أنه يروحوا على المجلس الأعلى، تسقط كل الحصانات عند تفجير مدينة بأكملها وعند 210 شهداء أو 210 ضحية راحوا بتفجير بيروت. هلأ هيدا الغبار أستاذ محمد وهيدي كل هالضجة يلي عم تنعمل لتوقف التحقيق، قبل ما يقول ثلاث أمور أساسية وأنا رح عدها. كيف دخل النترات إلى مرفأ بيروت ومن سحب أكثر من 2000 طن منهم، لأنه اللي انفجروا بس 350 من أصل 2700، يعني في 2200 طن تقريبا مسحوبين من المرفأ، مين سحبون وكيف تم تفجير؟ يعني بنظرية سقطت نظرية التلحيم لما عملوا إعادة تمثيل، هيدي نظرية التلحيم طلعت نظرية سخيفة وغير موجودة. فإذا الثلاثة هني كيف دخل النترات؟ أيوة. يعني مين سمح بدخوله؟ هيدا أول سؤال. ثاني سؤال، مين سرق النترات أو مين سحب النترات 2200 طن وين مخزنين ولوين راحوا؟ هيدا ثاني سؤال. والثالث، كيف تفجر المرفأ؟ طيب إذا أستاذ بشارة اللي يمكن بيكون خايف منهم السيد حسن نصر الله وكل هيدا الغبار عم بيكون قبل ما نوصل لهود ثلاثة. لذلك أنا بتقديري وبعدنا بالتحليل عم بيتم تهديد القاضي، لأن القاضي بعد ما اتهم حدا من حزبه. طب هنا سؤال، ماذا تتوقع أن يكون مصير يعني أو قرار البيطار في النهاية، يعني إذا وجد نفسه أنه مكبل اليدين لا يستطيع، يعني إذا أصدر مذكرة توقيف بحق وزير ما الوزير لا يحضر، بل بالعكس الوزير يرفع شكوى ضد القاضي لأنه أصدر مذكرة توقيف بحقه. من هيك قلت لك أنا ما في عدالة على كارت. يمكن تكون العدالة السماوية هي اللي بتاخد حق الضحايا يلي ماتوا. الاستابليشمنت السياسي بلبنان
عم يتبين انه اقوى من القضاء واقوى من بس يعني سؤالي من الشرائح انه ممكن يعني انه ممكن يعني يعني يختصر الطريق مثلا ويستقيل اذا بيقدر يعملها اكيد انما قبل ما يستقيل لازم يخبر الراي العام لوين وصل ولوين وشو بين معه خيوط لانه كل اللي عم ينحكى هلا انه بعت ورا نايب وما حضر وبعت ورا وزير سابق وما حضر بس بعد ما عرفنا ولا حقيقه بتقول مين سمح بادخال النترات ومين سرقهم وكيف تفجر المرفأ وهون العلة يلي هي سبب كل المشاكل يلي هي عم تروح التحقيق يعني كأني أفهم يا بشارة كأني أفهم أن هناك خطة ممنهجة يعني لتمييع هذه القضية وتسويفها وإطالة أمدها حتى المواطن اللبناني ربما يعني نفسه يجد نفسه أنه نسي هذا الموضوع بالرغم من الخسائر الفادحة سواء بالأرواح يعني أو بالممتلكات. أستاذ محمد بس يا ريت بتسأل يا ريت تطلع على المشهد عن بعيد لتشوف انه الحبايب بالسياسه والخصوم بالسياسه والاصدقاء والاعداء والاعدقاء يعني اصدقاء واعداء اعدقاء كلهم سوا اتفقوا على الصديق اللدود يعني كما على على طارق البطار فاذا كل الاستابليشمنت تجمع ضد القاضي بطار وضد الراي العام. هلا المؤسف بالموضوع انه هيدا الراي العام أغلبيته بكرة بالانتخابات رح ترجع تجدد الوكالة لنفس الفريق، يعني قبل التفجير وبعد التفجير رح تشوف نفس الفريق، قبل التفجير وبعد التفجير رح تشوف نفس العصابة الحاكمة. هون المشكل. بعدين السيد حسن امبارح حب يخبرنا أو يلمح إلى فخامة الرئيس ميشيل عون والرئيس ميشيل سليمان، وأنا بحب هون استغنم الفرصة تقول إنه فخامة الرئيس ميشيل سليمان قرر وحكي وقال انه هو مستعد يقول اللي بيعرفه قبل الرئيس ميشيل عون، على عكس ما قال السيد حسن، لانه امبارح السيد حسن كان عم بيقول انه الرئيس عون قال وما حدا غيره قال واستبق الكل. لا انا بقول له فخامه الرئيس ميشيل سليمان قبل الرئيس ميشيل عون قال انه انا مستعد يستمع للقاضي، قال اكثر من مره من بكركي ومره على 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 التلفزيون ومره بتصريح قبل الرئيس ميشيل عون بكتير انه هو مستعد. فاذا هون بهذا الموضوع ما بيحتمل المزايدة انه فلان قبل وفلان بعد، لا كل العالم من رئيس الجمهورية ونزول ومهما على شأنهم لازم يكونوا تحت سقف القانون. وانا باسم الرئيس سليمان برجع بقول لك هلأ انه نحن مستعدين لأي شيء، علما انه النترات ادخلوا الى المرفأ، يعني هيدي الخلصة او التركيبة اللي صارت الجهنمية يلي فجرت بيروت ادخلوا بفترة الفراغ الرئاسي بأواخر العام 2014، يعني اي بعد خروج الرئيس سليمان من القصر الجمهوري بعدة اشهر. انما ايضا نحن بقول لك مستعدين بكل لحظة لنخبر القاضي شو بيعرف وشو يعني وقت البريد القاضي مع محامي وبلا محامي الرئيس سليمان. شكرا على كامل الاستعداد. من بيروت بشارة خير الله الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني نداء عاجلا للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لفك الحصار عن مديرية العبدية جنوب مأرب ولوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مديرية العبدية في محافظة مأرب، مضيفا عبر سلسلة تغريدات على تويتر بأن ميليشيا الحوثي قصفت المناطق الأهل بالسكان ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة. من مأرب العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني، أهلا بك. حصار العبدية الآن، لماذا تحديدا هذه من المناطق التي منفكت
الميليشيات تحاصرها. تحية لك أستاذ محمد ولكل أستاذ المشاهدين. مديرية العبدية هي مديرية الصمود الأسطوري، هي قضية العصر، وهي الآن وصمة عار في جميع الإنسانية. اليوم ما تعيشه العبدية من حصار مدقع تقوم به الميليشيات الإرهابية منذ أكثر من 20 يوما ضد هؤلاء المدنيين الآمنين في بيوتهم، بعد أن حاولت الميليشيات الإرهابية أن تقتحم هذه المديرية نظرا لأهميتها الاستراتيجية وكذلك أهميتها المعنوية، كونها مسقط رأس الشهيد القائد عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، والذي استشهد وهو يحرر صرواح، والذي لقن الميليشيات الإرهابية درسا كبيرا جدا وأتعبها، وكان له دور كبير جدا في تأسيس الجيش الوطني. الميليشيات الإرهابية تسعى للوصول إلى هذه المديرية من ناحية معنوية من أجل أن ترفع معنوية أصحابها، وكذلك من أجل أن تفتك بهؤلاء إلى أنهم رفضوا أن يكونوا عبيدا للمشروع الفارسي البغيض. اليوم هناك أكثر من 40 صاروخ باليستي أطلقتها الميليشيات الإرهابية على هذه المديرية على رؤوس الساكنين. هناك 42 حالة حرجة جدا جدا، لا بد لها من إسعاف طارئ جدا، وهناك 12 حالة مبتورة مبترين وممزقين ومهشمين. هؤلاء من المدنيين الذين استهدفتهم الميليشيات الإرهابية واستهدفت منازلهم بالقذائف، بمئات القذائف والصواريخ والمسيرات. اليوم المديرية العبدية صمود أسطوري، وهي أيضا علامة ووصمة عار في جميع الإنسانية إن لم يتحرك. ماذا يسجل من ضحايا إنقاذ هذه المديرية بسبب هذا الحصار والقصف على هذه المنطقة؟ هناك ضحايا كثر، هناك المدنيين، هناك الآن حالات إنسانية، خاصة الحالات المزمنة أو الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال لم يسمح لهم بالخروج نهائيا، ولا وهناك الآن أزمة مياه وأزمة غذاء كبيرة جدا. هناك 35,000 نسمة يخضعون تحت الحصار المدقع تحت أزيز الرصاص وضربات القذائف والقنابل من الميليشيات الإرهابية دون وازع من إنسانية أو وازع من دين أو ضمير أو إنسان. الميليشيات الإرهابية رفضت كل المساعي وترفض أيضا كل المبادرات للسلام، وتستغل هذه وتستغل الأوضاع من أجل تحسين شروطها في المفاوضات. الميليشيات الإرهابية اليوم تعتبر الآن تثبت للعالم أجمعا بأنها لا تعنى باليمن ولا باليمنيين، وأنها مجرد بيدق بيد إيران تنفذ ما يملى عليها، ليس إلا ولا يهمها أمر اليمن أو اليمنيين، ولا تنتمي إلى هذا الوطن، ولا تشعر بالمسؤولية تجاه أبناء اليمن أو تجاه لماذا ليس اليمني. هناك مثلا عمل عسكري إجرامية عمل عسكري من الجيش لفك الحصار عن العبدية؟ العمل العسكري مستمر. العمل العسكري جاري على قدم وساق، وطيران التحالف حقق أكبر عملية إسناد جوي خلال 4 أيام الماضية، حيث استهدف الميليشيات الإرهابية بأكثر من 118 غارة جوية خلال 4 أيام الماضية. كان لها الدور كبير جدا في إفشال أو محاولة السيطرة للميليشيا الإرهابية على هذه المديرية، وعززت موقف الجيش وتقدم الجيش، واستطاع الجيش أن يتمكن من إحراز التقدم و تحرير مساحات بإسناد الطيران، مكنته من التنفس قليلا، وكذلك إبعاد الخطر نوعا ما عن بعض القذائف عن المناطق المدنية والمناطق السكنية. هناك اليوم العمليات مستمرة، ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، العمليات العسكرية لم تتوقف نهائيا، وهناك إصرار من الجيش على تحرير المديرية وعلى فك الحصار على المديرية، على مديرية العبدية بأي ثمن كان، لأننا لا يمكن أن نترك مواطنونا ولا يمكن أن نترك أهلنا للميليشيات الإرهابية يتجرعون ويلاتها أو يتجرعون عذابها، ويكفي ما حصل في حجور وعتمة، لن نسمح بأن يتكرر أي مشهد آخر. اليوم الموضوع اليوم حساس جدا والأمر خطير جدا، ولا بد الآن التكاتف جميع الجهود للانقضاض على هذه الميليشيات الإرهابية. نعم. وهو ساعة الحسم قد قربت، لأننا الآن لا بد أن نتخلص من هذه البراءة من
من براثن هذه الميليشيات الإرهابية الإيرانية، لأننا لا يمكن أننا أن نسمح أن تستمر في اليمن وأن تحاول أن تعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة. شكرا لك من مأرب العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني. انتهت ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، خصصنا جزءا كبيرا منها للانتخابات العراقية وما آلت إليه النتائج. دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية على أن نبدأها بالملف العراقي أيضا. على مدار الساعة صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمع تعقارب الساعة تتسابق، نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، أنا كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. We'll be right back.
بدء تلقي الطعون في نتائج انتخابات العراق. ميليشيات إيران تتوعد والكتل تبدأ مشاورات التحالفات. ميليشيات إيران تسعى لمواجهة أغلبية الصدر، والتوافقات تحدد مستقبل أمريكا في العراق. قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف لوزير المالية السابق، ونصر الله يطالب بإقالة بيطار. استياء يمني رسمي من الصمت العالمي لحصار ميليشيات الحوثي مديرية العبدية جنوب مأرب. وإغلاق شرق السودان يدخل أسبوعه الرابع بأزمة خبز تتسبب بتقليص ساعات الدوام في المدارس. أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث. أيضا نفتح فيها عددا من الملفات ونوافيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. ومرة أخرى البداية من العراق، فيما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العراقية فوزا كبيرا للتيار الصدري. كشف مصدرنا أن اجتماعا عقد يوم أمس بعد إعلان نتائج الانتخابات في مقر إقامة رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، وضم شخصيات وقيادات سياسية عراقية بهدف تشكيل أكبر كتلة برلمانية، من بينها هادي العامري زعيم تحالف الفتح والأمين العام لميليشيا حزب الله العراقي قيس الخزعلي. وأضاف مصدر لوكالة روداو الكردية بأن المجتمعين شكلوا تحالفا ضم 78 نائبا، وقد يصل العدد إلى أكثر من 100 نائب، موضحا أن الكتلة البرلمانية ستضم ائتلاف دولة القانون الذي فاز ب 37 مقعدا، وتحالف عزم ب 15 مقعدا، وتحالف الفتح ب 14، إضافة إلى تحالف بابليون بخمسة مقاعد، وتحالف اقتدار وحقوق الذي حصل على مقعدين. في الأثناء رأى صحيفة وول ستريت جورنال أن التشكيل الفعلي لحكومة جديدة في العراق قد يستغرق أسابيع من المساومة السياسية مع عدم وجود زعيم واضح. وفيما يخص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رأت الصحيفة أنه سيواجه بمنافسة شرسة من قبل خصومه السياسيين، خاصة الشيعة والموالين لإيران الذين يرغبون في دفع البلاد للتقارب مع طهران. هذا ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حكومة جديدة يسيطر عليها الصدر قد لا تتخذ خطوات لتسريع الانسحاب الأمريكي الكامل، على الرغم من أنه تاريخيا كان أحد الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة. من جهتها صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا سبق الانتخابات العراقية، كشفت فيه أنه رغم علاقة الصدر المشحونة مع الغرب على مدى السنوات الماضية، فمن المحتمل أن يحظى بدعم ضمني على الأقل من واشنطن لو فاز في الانتخابات. وذكرت أن الصدريين سلكوا في الأشهر الأخيرة مسارا أكثر حذرا من الأحزاب العراقية المتحالفة مع إيران التي دعت إلى خروج ما تبقى من القوات الأمريكية في العراق. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها أيضا قالت إن المكاسب التي حققها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الانتخابات التشريعية قد تحدد شكل العلاقات العراقية مع الولايات المتحدة وإيران واتجاهها. وأضافت الصحيفة أن المكاسب التي حققها الصدر وأتباعه الذين قاتلوا القوات الأمريكية خلال احتلالها العراق بعد فرز معظم الأصوات ستحدد إذا ما كانت بغداد ستبتعد أكثر عما سمته المدار الأمريكي.
وترى الصحيفة في تقريرها أن فوز سايرون بالحصة الكبرى في مقاعد البرلمان العراقي قد يؤدي إلى تعقيد المهمة الدبلوماسية التي يقودها العراق للتقريب بين الولايات المتحدة وإيران. وتوضح الصحيفة أن الصدر رغم تقاسمه أهدافا متقاربة مع طهران عندما حارب مقاتلوه القوات الأمريكية، لكنه معروف أيضا بقوميته العراقية، ما يضعه أحيانا في صراع مع إيران، ولكنه في الوقت ذاته لا يستطيع معاداتها بحسب الصحيفة. في الأثناء عبر الاتحاد الديمقراطي الكردستاني عن عدم موافقته لمقترح يجرى تداوله بشأن حصول السنة على منصب رئيس الجمهورية والأكراد على منصب رئيس مجلس النواب. كان هناك طموح أنه يتبادلون رئاسة الجمهورية رئاسة البرلمان، أنا في قناعتي ما تتبدل، تبقى هذا العرف اللي سرنا عليه راح يمشي، بس منه راح يكون إذا السنة اتفقوا على شخص آخر أو القوة الشيعية الأخرى دعمت شخص آخر ممكن يتغير، يعني ماكو شيء ثابت أبدا غير قابل للتغيير. من بغداد مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك. لو سألناك بداية عما يمكن أن يعني تسير به رياح الصدر الآن تجاه التحالفات، ممكن أن تعطينا فكرة ولو كان ذلك ربما سابقا لأوانه، ولكن من باب يعني التنبؤات على الأقل. أستاذ محمد، في البداية أحييك ويا جميع متابعي ومشاهدي قناة العربية الحدث. يعني أولا في مسألة أود أن أوضحها قبل أن أتحدث عن التحالفات، يعني السيد الصدر لا يعني كثيرا يعني مكان أو موقع أو يعني اسم رئاسة الوزراء بقدر ما يهم المشروع الإصلاحي. السيد الصدر هو رجل إصلاحي ويدعو إلى الإصلاح، ويعني حتى في الفترات السابقة يعني مثلا في الانتخابات السابقة كان سائرون هي أيضا بالمركز الأول في عدد المقاعد، وكان يفترض هي مثلا من ترشح رئيس الوزراء، لكن بالنتيجة السيد الصدر فضل يعني أن يتم اختيار أي شخصية يعني أخرى ويدعمها بشرط أن تقوم بإجراءات إصلاحية واضحة وتعمل على هذا الموضوع. طبعا في مشاكل ربما لم يستطع الشخصيات اللي حتى دعمها أو اللي حتى أخذت هذا الاستحقاق من أن تنفذ يعني المشروع الإصلاحي بشكل كبير، بالتالي السيد الصدر يريد أن يجعل من هذا المكان أو من هذا المنصب يريد أن يجعل بداية لإصلاح حقيقي واضح في المشهد السياسي العراقي. بالتالي حتى أعود إلى سؤالك، يعني التحالفات التيار الصدر اليوم لديه 72 مقعد ما عدا التصويت الخاص ربما يصل إلى 80 مقعد. أيضا أعتقد أن هنالك تفاهم كبير ما بين التيار الصدري وما بين تقدم أو ما بين السيد الحلبوسي. إذا ما حدث هذا التحالف يعني 80 و40 يكون 121 مقعد بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي، أعتقد هذا يؤهل إلى أولا أن تكون الكتلة الأكبر، وبالتالي أيضا هي تصل إلى الرقم المطلوب دستوريا وهو النصف زائد واحد. يعني هذا أعتقد هذه المسألة هي سلسة، لكن بالنتيجة يعني لاحظنا مثلا بقية الأطراف بدأت منذ الآن أولا مثلا تشكك بمصداقية الانتخابات أو بشفافية الانتخابات، تحاول أن تثير بعض الإشكاليات، حتى بدأت عملية التهديد كأنما واضحة. وهذا الأسلوب طبعا أستاذ محمد هو مو أسلوب جديد، يعني اليوم الانتخابات البرلمانية كانت بها الكثير من الأشياء الجديدة، يعني تغيير قانون انتخابي، تغيير فوضى انتخابية، حتى إعلان النتائج لأول مرة من 2003 إلى حد طيب. هذه الانتخابات لأول مرة إعلان النتائج يتم خلال 24 ساعة. لأنه في بعض الكلمات بعض الكلمات التي مررها الصدر ربما من الضرورة بمكان التوقف عندها، عندما قال العراق للعراقيين وأهلا بكل السفارات ما لم تتدخل في الشأن العراقي، وطلب بحصر السلاح بيد الدولة، وأنه قال لا مبرر، بما معناه يعني أنه أحد يدعي أنه من المقاومة أن يكون بيده أو في يده سلاح.
طبعا استاذ محمد، انا اعتقد ان هذا برنامج حكومي طرح في الخطبه يعني واضحه، وهو عمليه السيطره على السلاح يعني بيد الدوله. بالتالي العراق مفتوح على الجميع، ولا لا لا توجد هنالك خطوط حمراء على اي من السفارات الموجوده ما عدا يعني اذا فيما عدا اذا كان هنالك تدخل. وبالتالي ايضا اعتقد هذا برنامج جديد اليوم، لاول مره زعيم سياسي يتحدث عن ايقاف التدخل في الشان العراقي واحترام السياده العراقيه والتبادل السياسي على اساس المصالح المشتركه. بالتالي اعتقد هذا، هل هي يعني موجهه لايران؟ حتى نكون شفافين في الكلام. نعم. وانت في العاده يعني تقول ما تقول، هل هي موجهه لايران؟ يعني لانه ايران التي تتدخل. نعم نعم نعم، ايران امريكا هو موجه للجميع الذين يتدخلون في الشأن العراقي اليوم. عليهم أن يحترموا الموقف العراقي، أن يحترموا القرار العراقي، أن يحترموا السيادة العراقية، وبالتالي أن يوقفوا الاتهام. نعم إيران تتدخل، وكانت هنالك مواقف واضحة للسيد الصدر في أكثر من مرة، يعني تحدث بالاسم وطالب بإيقاف التدخل وبعدم التدخل بالشأن العراقي، وكانت يعني المسألة واضحة ليست مخفية. السيد الصدر دائما يتحدث بالصوت الوطني ويهتم بالمصلحة الوطنية أكثر من اهتمامه بالمصالح الأخرى أو حتى بالتحالفات الأخرى. نعم. طيب هيك معي دقيقة تقريبا، هل ترى أنه مصطفى الكاظمي قد يعود مرة أخرى وسترى فيه الكثير من الأحزاب الرجل المناسب لهذه المرحلة؟ طبعا البارحة في الاجتماع كانت إشارة واضحة هو رفض تجديد الولاية للسيد الكاظمي، يعني على ما يبدو الجماعة أرادوا أن يستبقون الأحداث، لأن بالنتيجة ممكن من الممكن يعني كل الاحتمالات مفتوحة، من الممكن أن يكون إذا ما تعهد السيد الكاظمي بإجراء إصلاحات حقيقية إلى السيد مقتدى الصدر قد يكون. لكن بالنتيجة اليوم أعتقد الصدر لديه مجموعة من الأسماء قد يطرحها إلى رئاسة الحكومة بعد فترة التحالفات أو خلال الفترة القادمة. شكرا لك من بغداد مناف الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. واليوم بدأت مفوضية الانتخابات تلقيها الطعون في نتائج الانتخابات لثلاثة أيام، وأعلنت المفوضية أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة. هذا وينتظر العراقيون الآن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات المعلنة التي يتوقع أن تصدر خلال الشهر الحالي، وذلك بعد صدور النتائج الرسمية، ليدعو الرئيس العراقي بعدها إلى انعقاد مجلس النواب واختيار رئيس جديد للجمهورية. من بغداد مراسل الحدث سامر الكبيسي، ما زلنا يعني في إطار رصد التداعيات التفاعلات، مدى تقبل هذا وعدم تقبل ذاك لهذه النتائج، أي مستجد على هذا الصعيد سامر؟ محمد، حتى هذه اللحظة لا توجد مستجدات سوى بعض المؤتمرات التي تقيمها، ربما قبل قليل مؤتمر لبعثة الاتحاد الأوروبي أكدت بأن الانتخابات جرت بسلاسة ولم تسجل أي خرق يذكر، لكن ربما هذا لا يطيب لكثير من المرشحين هنا على الأقل في العاصمة بغداد وحتى المحافظات القريبة. دائما ما يؤكدون منذ ليلة أمس عند خروج النتائج حتى هذه اللحظة ما زالوا يؤكدون عبر طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، عبر القنوات المحلية وحتى عبر البيانات محمد، بأن نتائج المفوضية حتى هذه اللحظة هي غير دقيقة وغير مقبولة على الأقل منهم. لكن على الجانب الآخر هناك من فرح بهذه النتائج، وربما أيضا محمد ينتظر المزيد من المقاعد. حتى هذه اللحظة هي نتائج أولية وليست نتائج نهائية. هل هناك من بدأ بتقديم الطعون فعلا عن النتائج النهائية؟
نعم محمد، اليوم المفوضية أعلنت، ومنذ ليلة أمس كان الكثير من القوى السياسية ينتظرون فتح باب الطعون لتقديم الطعون. أمس كانت هناك عطلة رسمية في العراق، وبالتالي اليوم هو دوام رسمي بدأ منذ الصباح، ربما في الساعات القادمة أو ربما حتى في المحافظات، لا نعلم محمد فيما يخص بغداد، نحن نتواجد في بغداد، ربما في المحافظات الجنوبية بدأت عمليات الطعن وإرسال الطعون إلى مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي المفوضية بعد 3 أيام ستغلق باب الطعون ليتم بعدها مناقشة هذه الطعون قضائيا للبت فيها، إن كان هناك مخالفات، إن كان هناك أمور أخرى ربما حتى تقنية. محمد، كما أسلفت في أكثر من مقابلة سابقة، كان هناك توقف لبعض الأجهزة بسبب أعطال فنية وليس تدخل بشري، ربما هذا أثر في بعض الأصوات، خاصة وعند إعادة العمل بهذه الصناديق ربما وهذه الأجهزة الإلكترونية والصناديق الإلكترونية، ربما وأقول ربما بحسب طبعا بعض المتابعين، ربما بعض هذه الأصوات قد محيت. نعم. أو هناك خلل فني تنتظر المفوضية ربما بانتظار إعلانها إذن وصول جميع الصناديق وجميع الأجهزة. من بغداد مراسل الحدث سامر الكبيسي، شكرا لك. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل. إغلاق شرق السودان يدخل أسبوعه الرابع بأزمة خبز تتسبب بتقليص ساعات الدوام في المدارس. قتلوا 4 عناصر من الميليشيات الإيرانية في الغارات المجهولة على البوكمال أمس. نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينة هين سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. ما زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث في الملفات المختلفة إلى السودان وتداعيات أحداث الشرق. أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان عن تقليص ساعات الدراسة من 7:30 وحتى 11:00 صباحا بسبب أزمة الخبز، إذ شهدت المخابز طوابير طويلة للمواطنين في ظل توقف نحو 90% منها عن العمل، إضافة إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز وسط تحذيرات من تصاعد الأزمة التي برزت إثر إغلاق محتجي شرق السودان الموانئ والطرق الرئيسية للعاصمة الخرطوم.
نتحدث أكثر إذن عن هذه الأزمة المتواصلة في شرق السودان وما آلت إليه الأوضاع وماذا قد ينجم عن استمرار هذه الأزمة. مع استمرار الأزمة في شرق السودان للأسبوع الرابع على التوالي دون حل، جدد المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي يقود الاحتجاجات رفضه التخلي عن مطالبه واستمراره بالإغلاق إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه. ومع استمرار إغلاق نظارات البجا لإقليم شرق السودان، حذرت الحكومة من نقص كبير وشح في إمدادات الوقود والقمح والأدوية وبعض السلع الرئيسية، محذرة من تعرض اقتصاد البلاد إلى خسائر فادحة بسبب تعطل حركة الصادرات والواردات الناجمة عن توقف انسياب حركة البضائع والسلع من ميناء بورسودان إلى الخرطوم وبقية الولايات. خبراء سودانيون بدورهم حذروا من أن استمرار إغلاق مناطق وموانئ في شرق السودان سيؤدي إلى أزمة معيشية خانقة في مختلف أنحاء السودان، داعين الحكومة إلى سرعة التحرك لحل الموقف، وإلا سيكون الجميع في خطر يعني وفقا لما يقولون. فاستمرار إغلاق الموانئ أدى لشح في الدقيق وإلى ارتفاع سعر الخبز، هذا فضلا عن إغلاق العديد من المخابز أبوابها. من جانبه حذر محمد الأمين ترك رئيس مجلس نظارات البجا الحكومة من الاستخفاف بقضية شرق السودان، كما شدد الترك على أنه لا يستجيب لأي دعوة من دون أن يضمن حل المشكلة على نحو نهائي، وأضاف أن ثقته في البرهان كبيرة، وفي حال طلب منه فتح الطريق فسيكون لديه حل. وأوضح ترك أنه لم يتلقى وساطة من أي جهة ما عدا حزب الأمة القومي، مشيرا إلى أنه اشترط إلغاء مسار الشرق أولا من أجل قبولها. من جانبه وصف مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبدالله وبشار قضية أهل شرق السودان بأنها مقدسة ولا يمكن التراجع عنها، مؤكدا أن مسار الشرق أصبح من الماضي. في الأثناء كشفت الغرفة القومية للمستوردين أن خسائر إغلاق الموانئ والطريق القومي في شرق البلاد تصل إلى 65 مليون دولار في اليوم الواحد، عادة أن الضرر الاقتصادي كبير وأن كل القطاعات تأثرت به، الزراعية والصناعية. وأشارت أيضا إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد السوداني. الزول بيقول لك بلقى عيش بالساهل كالضب، ممكن الموت يكون ساهل والدفن ساهل، لكن العيش معاناة، في معاناة شديدة خالص خالص في الحصول على العيش. الليلة أنا مشيت 18 مخبز ما شغالين كويس معاك، وكونه عشان تجي تشتري العيش، العيش فيه غلى كده حاجة مبالغ فيها، العيش المدعومة من 5 جنيه ل 30، والعيش التجارية من 30 ل 40. زحمة ومعاناة شديدة، يعني أي حاجة تجي يقول لك السكر زايد، العيش زايد، وما في بعد بأنه زيادات دي ما في زوزات موفره لك. يقول لك تسأل من الحاصل شنو، يقول لك يا أخي الشارع مكفول. قلاف الخبز في غلاء في كل السلع، في كل السلع، حتى على مستوى البسكويت البسيط اللي بنشتريه ولا الشفع ده، البسكويت يعني زاد زيادة مبالغة من 50 عمل 80 جنيه. الدقيقة اللي كانت ب 150 جنيه و 180 جنيه دي بنشتريها حاليا ب 400 جنيه، وفي حتات ب 500 جنيه، عشان تجي تعمل لك فطيرة للشافع الصباح شيلها يمشي بها المدرسة. يعني العيشة من 5 ل 50 دي أفتكر حاجة ما سهل، يعني ما كل المواطن بيدفعوا الكلام ده، يعني ما كل الناس عندها المبالغ دي. يعني من بورسودان مراسل الحدث محمد عثمان. محمد، الأوضاع على الأرض الآن فيما له علاقة باستمرار هذه الأزمة في شرق السودان أي تطور الآن رصد؟ نعم، أهلا بك محمد. تداعيات هذه الأزمة متواصلة، هذه الأزمة تدخل السادس والعشرين، وبطبيعة الحال هنالك العديد من التداعيات في هذه الولاية، ولاية البحر الأحمر وأيضا بقية الولايات، على اعتبار أن هذا الميناء هو المنفذ البحري الوحيد لكل الصادرات. هنالك طريق قومي رابط ما بين هذه الولاية وبقية هذه الولايات، هذا الطريق أيضا مغلق لليوم السادس والعشرين، وبطبيعة الحال هنالك الكثير من التداعيات الاقتصادية. كنا قبل قليل نتحدث مع عدد من القطاعات، وضع
الفكك المباشر من توقف هذا الميناء الجنوبي، سواء كان عمال الشحن والتفريغ وأيضا العاملين في قطاع التخليص الجمركي وأيضا وكلاء البواخر وما إلى ذلك. معظم هذه المدينة وسكان هذه المدينة يعتمدون بشكل أساسي على هذا الميناء وعلى الموارد هنا في هذا الميناء. يعني تحدث إلينا البعض عن أن هنالك أكثر من 10,000 عامل تضرروا بشكل مباشر، هم الآن في حالة إجازة قسرية نسبة لتعطل الميناء الجنوبي، وهنالك أكثر من 20,000 شخص يتضررون بشكل غير مباشر من تعطل هذا الميناء، وبالتالي التأثير كبير والضرر كبير. يأتي هذا الأمر في ظل تصاعد لغة الوعيد من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بمزيد من التصعيد وإغلاق المزيد من المرافق الحيوية والاستراتيجية هنا في البحر الأحمر إذا لم تستجب الحكومة. طيب بس لأنه محمد نرصد الآن التداعيات السياسية من الخرطوم، معي مراسلة الحدث لينا يعقوب، وأيضا ماذا يقال في العاصمة إزاء كل هذه التطورات والأزمة التي ما زالت مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي؟ أهلا بك محمد. ما يقولوه هو البطء في إيجاد أي معالجة لهذه المشكلة، جميع الأطراف متمسكة بمواقفها، مجلس البجا يرفض تجميد مسار الشرق، الحكومة ترى أن إلغاء هذا المسار من شأنه تعقيد أزمة جديدة. في ظل البحث عن هذه الحلول بدأت هذه الأزمات تظهر هنا في الخرطوم. إغلاق الموانئ في البحر الأحمر أثر بصورة مباشرة على إمداد الدقيق للمخابز، 40,000 جوال تستهلكه ولاية الخرطوم يوميا، الآن يتم فقط توفير 12,000 جوال. هناك 30% فقط من المخابز هي التي تعمل، 70% من المخابز باتت متوقفة. هناك شح في الخبز المدعوم، هناك ارتفاع في أسعار الخبز. يمكن أن أقول لك أيضا أن هذا الإغلاق تسبب أيضا في زيادة لأسعار عدد من السلع الاستهلاكية وزيادة لأسعار سعر السكر. نعم. طيب وأنت تتحدثين إلينا، يعني من الجيد لو كان زميلنا المصور ما زال يعني يركز الكاميرا على هذا الطابور ونتحدث إذن عن أزمة خبز، بس هل هناك وعود بإيجاد حل لهذه المشكلة؟ أم إذا استمرت بحسب ما يعني ترصدينه بأن هذه الأزمة ستستفحل أكثر؟ ستستفحل أكثر إن لم تجد الحكومة أي حل. هناك اجتماعات تنعقد بلا حلول، هذه التداعيات أصبحت واضحة، الاحتجاجات ليست فقط في شرق السودان، ليست فقط إغلاق الموانئ، هناك احتجاجات في الولاية الشمالية، منع المحتجون وصول عدد من الباصات التي كانت تحمل الحاويات التي كانت تحمل دقيق للخرطوم. يبدو أن هذه الأزمة تتفاقم في ظل تباين في وجهات النظر بين الحكومة الانتقالية لإيجاد حل هذه الأزمات. محمد عثمان، هل هناك تهديد بتصعيد يعني هذه الأزمة إذا لم يوجد هناك حل لها؟ هنالك تهديد وتهديدات نسمعها من الزعامات العشائرية والقيادات لمجلس البجا بمزيد من التصعيد حال لم تستجب الحكومة للمطالب التي دفعوا بها للوفد الوزاري الذي وصل هذه الولاية قبل أسبوعين. وبالتالي يعني بالأمس أصدر مجلس البجا بيان تحدث فيه عن سحب التفويض المشروط الذي منحه المجلس لحزب الأمة، وذلك لجلوسه مع الأطراف الداعمة لمسار جوبا، وأيضا تحدثوا عن إحدى تمظهرات الاحتقان السياسي الموجود في الخرطوم. محمد، انقطع الاتصال مع محمد عثمان. سؤال أخير وبعجالة لينا ونحن نشاهد الصور، هل يعني الآن رغم هذه الأزمة يحق للمواطن السوداني أن يحصل على ما شاء من نصيبه من الخبز، أم الآن هناك تقنين بسبب الأزمة؟ أول المظاهر محمد أن المدارس خلصت عدد ساعات الدراسة، أصبحت حتى الساعة 11:30 صباحا حتى يتمكن التلاميذ من العودة لبيوتهم. هذا يعني أنه لا يوجد تقنين، المدارس فشلت في الحصول على الخبز، هناك أزمة دقيق حتى منتشرة للأسر التي تريد أن تقوم يعني عمل الخبز في منازلها، هناك ارتفاع للأسعار، ارتفع السعر الرغيفة في بعض المخابز
لسبعين جنيه، هناك خمسين جنيه، هناك شح في الخبز المدعوم، ونحن نعلم أن الحكومة السودانية احتفظت بمقدار من الدعم للخبز. كل هذه الأزمة الآن تظهر بصورة واضحة على الدقيق، على الخبز، على السكر وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى. من الخرطوم مراسلة الحدث لينا يعقوب، شكرا لك، وشكرا لمراسلنا من بور السودان محمد عثمان الذي انقطع الاتصال معه، رجع على الأقل يسمع شكري له. من الخرطوم إسماعيل عبد الله نائب رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابز، أهلا بك. هل أنتم أمام أزمة قد تستفحل فيما له علاقة بالخبز؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شاكر ومقدر لقناة الجزيرة للاستضافة أو قناة هذا صفوان حدث. وممكن يكون قناة الحدث صفوان، اعتقد انه يعني الدور الذي يقوم به قناه الحدث اتجاه قضايا الشعوب دور كبير ودور عظيم ودور مقدر. ما يلينا في شعبه المخابز تحدثنا كثيرا عن مدى اثر اخلاق شرق السودان لسلة الاساسيه سله الخبز، وان كانت العام ممكن يكون الكل يعني يطابي وممكن يكون بشكل مباشر مدى إخلاق المخابز في ولاية الخرطوم، وممكن يكون أصبحت الحصول لقطعة الخبز واحدة من الأشياء الصعبة يعني جدا. هل كان الاعتماد على الدقيق إسماعيل، هل كان الاعتماد على الدقيق بالشكل اليومي، يعني كان يوميا يصل هذا الدقيق، بمعنى لا يوجد مخزون في الخرطوم؟ بالطبع هنالك مخزون موجود، ولكن كمية المخزون الموجود غير كافي، علما بأنه الإخلاق استمر أكثر من 3 أسابيع. يعتقد أنه الحوار أو طبيعة الإخلاق هي قضية سياسية بامتياز، فينبقي للقائمين على أمر الدولة أن يراؤوا طبيعة المشكلة، وربما أو على الأقل كان مفترض يكون في حوار جاد ويكون في نقاش بشكل يعني مباشر، على الأقل كان يصل أمام لحلول بصدد فتح الطريق الخومي الرابط ما بين ولاية الخرطوم وشرق السودان. لو لم تحل هذه المشكلة على وجه السرعة، أنتم أمام أي أزمة حاليا؟ والخبز، وإذا كانت هناك أزمة خبز سيكون هناك أزمات، يعني الخبز دائما ربما لب الأزمات في هكذا موضوعات. أزمة الخبز وإن كانت هي واحدة من الأزمات الموروثة، اعتقد انه بنجاح صورة ديسمبر تفاءلنا خيرا بان الحكومة الحالية او حكومة الفترة الانتقالية يسعى سعي جاد في حل الازمة. اعتقد انه لحتى اللحظة حكومة الفترة الانتقالية يعني ممكن يكون ما نجحت في كثير من المشاكل اللي عندها علاقة بمعاش المواطن، وواحدة منها ممكن يكون ازمة الخبز. بالنسبة للمواطن السوداني ممكن يكون بيعتمد بشكل يعني اكثر من 95% لسلة الخبز، علما بأنه كل البدائل الأخرى أصبحت يعني صعبة المنال. لذا نعمل أنه الجهات السياسية، الحكومة، حكومة المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ينبغي أن يسعوا سعي جاد في حل المشكلة بشكل عاجل وعجل. نعم. هل الأزمة يعني قد تكون لها أثر في الخرطوم أكثر من غيرها، أم نتحدث عن عموم المناطق في السودان التي بسبب إغلاق الطريق القومي من الشرق إلى الخرطوم والمناطق الأخرى تكون أكثر تضرراً؟ لا شك أنه الأزمة عندها علاقة بكل ولاية السودان، وممكن يكون ولاية الخرطوم من أكثر المناطق المتأثرة، باعتبار ولاية الخرطوم بيعتمد اعتماد كلي على سلة الخبز، باستثناء بعض الولايات ممكن يكون ربما يعني اعتمادهم على سلة الرغيف بشكل ثانوي. نعم. واحدة من الأثر المباشر لانقطاع الخبز ممكن يكون الآن طلاب المدارس وممكن يكون التلاميذ يعني آنوا معنا كبير جدا، مما اضطروا المعلمين لتخليص ساعات الدراسة إلى الساعة 11 فقط. يعني من الخرطوم إسماعيل عبد الله نائب رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابز، شكرا لك.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 4 عناصر من الميليشيات الإيرانية قتلوا بقصف تعرضت له مواقعهم في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية. وأوضح المصدر أو المرصد أن الاستهداف طال نقاط ومواقع طبعا لتلك الجماعات المسلحة في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي مساء أمس، وأشار إلى أن من ضمن القتلى شخصا سوريا، فيما لم تعرف هوية القتلى الثلاثة الآخرين إلى الآن ولا جنسيتهم. سد الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. اتحاد الشغل التونسي يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة ويطلب من رئيستها طمأنة الفئات الهشة. والمنقوش إلى لندن لمناقشة نزع السلاح وإعادة دمج العناصر المسلحة وإصلاح قطاع الأمن. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. وما تبقى من ساعتنا الثانية من استوديو الحدث عن سميين نجلاء بودن ونجلاء المنكوش. بكل الأحوال تونس وليبيا، يعني أعرب اتحاد الشغل في تونس عن ارتياحه لإعلان الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة نجلاء بودن في انتظار مرورها إلى الإنجاز الفعلي، وأكد أنه ينتظر أن تمر الحكومة إلى الشروع الفعلي في الإنجازات في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، داعيا رئيسة الحكومة الجديدة لتوجيه رسائل طمأنة للفئات الهشة. وشدد الاتحاد على ضرورة أن يكون لها برنامج اقتصادي واجتماعي دقيق ينفذ بعيدا عن الشعارات.
من تونس الإعلامي والمحلل السياسي الجمع القاسمي، أهلا بك. ما أهم الصعاب أمام رئيسة الوزراء نجلاء بودن الآن؟ يعني باعتقادي هناك الكثير والكثير من التحديات بالنظر إلى طبيعة الملفات الضاغطة على المشهد بشكل عام، وخاصة على المستوى الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى الجدل الذي يتسم به المناخ السياسي في البلاد. التحديات كبيرة، ترتقي في جزء كبير منها إلى حد الاستحقاقات التي يتعين على حكومة نجلاء بودن رفعها، وأذكر من على سبيل المثال تحديد الميزانية التكميلية للعام 2021 والبدء في تحضيرات الميزانية للعام 2022 ومعالجة بقية الملفات الأخرى التي تهم طبيعة معيشة المواطن، خاصة وأنها في الأهداف الخمسة التي ذكرتها بالأمس تحدثت على هذه المسألة، مضافا إليها النقطة الكبيرة التي تبقى مفصلية في هذه المرحلة، وهي إعادة ثقة المواطن في الدولة وإعطائه فسحة أمل جديدة ممكن أن ينطلق من خلالها إلى مرحلة جديدة تتسم بنوع من الاستقرار الذي يدعو إلى التفاؤل. نعم. طب الآن جو التفاؤل مطلوب، لكن جو التنفيذ، جو العمل هو المطلوب أكثر في هذه الحالة. هل يمكن لرئيسة الوزراء الآن أن تبدأ التغلب على بعض هذه الصعاب، تذليلها وصولا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض؟ دون شك المطلوب أو المقياس لمثل هذا الأمر هو التنفيذ على أرض الواقع. حكومة نجلاء بودن تتسم بعاملين أساسيين قد يساعدانها على المضي قدما إلى التنفيذ، وأقصد بذلك أن حكومتها خلت من المحاصصات الحزبية والسياسية وكذلك أيضا الطرديات، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن الضغوط الحزبية أو السياسية التي قد تعرقل عملها. والنقطة الثانية باعتقادي أن هذا الفريق متجانس، وهو ابن الإدارة التونسية ولديه دراية بطبيعة الملفات التي سيتم التطرق إليها، لذلك هذه العوامل المجتمعة إذا ما تم الإمساك بها سيكون أمام نجلاء بودن الإمكانية للذهاب قدما في تنفيذ ما وعدت به. لننتظر غدا، ينتظر أن يكون هناك اجتماع أول لمجلس وزراء هذه الحكومة، وستتضح معالم الخطوات الأولى في عملها. كم من الممكن الآن أن تكون مستقلة في عملها في قراراتها، بعيدا عن يعني تدخل الرئيس، لأن الرئيس واضح في هذه المرحلة هو الذي يقود كل هذا التغيير المعمول به تونسيا؟ لا، باعتقادي نحن دخلنا في طبيعة نظام رئاسي، والرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن مرسوم 117 كان واضحا هذه الحكومة سيشكلها هو الذي عين نجلاء بودن وساهم بشكل أو بآخر في تعيين بعض أعضائها، وبصمته واضحة كل الوضوح، لذلك هي ستكون في منأى عن الضغوط السياسية الحزبية التي كانت تمارس سابقا على الحكومات التي عرفتها البلاد، لكنها ستكون في انسجام وتنسيق مع توجهات الرئيس قيس سعيد الذي سيدير هذه أو ستكون له حضور مباشر في عمل هذه الحكومة لجهة تحديد الأولويات والخطوات الواجب اتخاذها. طيب هل يمكن للشارع أن يمنح يعني رئيسة الوزراء فرصة ليرى ماذا سينجم عن هذه الوعود؟ يعني إذا رأينا ردود الفعل التي وإن كانت قد تباينت بين الترحيب والترحيب الحذر والرفض، هذه ردود الفعل الحزبية على المستوى السياسي المواطني، نرى أن هناك نوعا من الارتياح لدى غالبية المجتمع التونسي، باعتبار أن هذه أول حكومة صغيرة
تتماشى مع طبيعة المرحلة وحددت أهداف تمسه مباشرة. لذلك الشارع سيتعاطى إيجابا مع هذه الحكومة وسيمنحها الوقت المناسب للقيام بما وعدت به. من تونس الإعلامي والمحلل السياسي الجمع القاسمي، شكرا لك. من المرتقب أن تلتقي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش نظيرتها البريطانية في لندن لبحث التطورات السياسية في ليبيا ونزع السلاح وإعادة دمج العناصر المسلحة وتسريحها وإصلاح قطاع الأمن. وأفادت مصادر الحدث بأن لجنة 5+5 العسكرية ستشارك في اجتماع برعاية البعثة الأممية والخارجية البريطانية لبحث آلية تنفيذ المادة الرابعة من اتفاق وقف النار، مضيفة أن الاجتماع سيركز على نزع سلاح المجموعات المسلحة وإعادة دمجهم بالقوات الأمنية. مراسل الحدث من لندن مصطفى زارو معلومات أكثر عن زيارة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية للندن. يرتقب أن تجتمع نجلاء المنقوش بنظيرتها ليستروس خلال الساعات المقبلة للتنسيق وخاصة فيما يتعلق بمسألة المقاتلين الأجانب والمرتزقة وأيضا القوات الأجنبية. نعرف بأن نجلاء المنقوش تدعم يعني طرد هؤلاء وأيضا محاولة دمج يعني أو تصنيفهم ضمن مجموعات وكيانات يمكن أن تدمج في قوات أمنية تحت سلطة واحدة. بالطبع وزيرة الخارجية المنقوش تحاول أن تنسق هذه كل الاستراتيجية التي تم التوافق عليها من قبل اللجنة العسكرية في جنيف بمواصلة هذه الخطة، ويجري حاليا اجتماع بين أعضاء هذه اللجنة وأيضا مشاركة خبراء عسكريين وأكاديميين في مدينة في جنوب شرق البلاد لوضع أو بحث خطة تفكيك هذه الكيانات بشكل يسمح بمواصلة أولا يعني بمواصلة إعادة استقرار ليبيا وأيضا التمسك بالانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل. نعرف بأن بريطانيا قدمت دعمها اللوجستي وفي محاولة لأن تكون هذه الانتخابات في موعدها، لكن بنفس الوقت تم تقديم يعني بيان مشترك بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة بأن يلتزم الليبيون بهذه الخطة، وأيضا نشر وقف إطلاق النار ونشر بعثات تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار. وبالطبع هذه العملية هي عملية معقدة، لكن هناك خشية من أن تحاول كيانات ومجموعات أن تخرب عقد هذه الانتخابات. بس بماذا يمكن أن تفيد المقبل. بحسب ما يقال الآن إعلاميا بريطانيا على الأقل تفيد لندن في هذا الاتجاه وعلى هذا الصعيد؟ نعرف بأن المنقوش تدرس ملفات تتعلق بالأمن والإدارة وأيضا المال، خصوصا وأن ليبيا بحاجة إلى دعم هذه القطاعات، وبريطانيا لديها الخبرة الكافية لتقديم يدها ومساعدتها في للنهوض يعني هذه القطاعات المهمة في ليبيا، بالإضافة إلى خبرتها في تنظيم الانتخابات. بالطبع نتذكر مثلا يعني بريطانيا ساهمت وقدمت يعني مجهودات كبيرة في تنظيم أول انتخابات في يعني في العراق عندما تم الإطاحة بصدام حسين عام 2005 هنا في المملكة المتحدة، ولربما ستحاول بريطانيا أن تقدم يعني مساعدات مماثلة لأن تكون هذه الانتخابات في جو أفضل لتكون نزيهة وأيضا لممكن الاستقرار على حكومة وحدة وطنية يمكن التوافق عليها في وقت لاحق بعد هذه الانتخابات. من لندن نراسل الحدث مصطفى زارو، شكرا لك. بهذا إذن تنتهي ساعتا سد الحدث لهذا اليوم، فتحنا فيه عددا من الملفات، وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة، وخصصنا أيضا جزءا كبيرا من ساعتي البرنامج
لتفاعلات وتداعيات نتائج الانتخابات العراقية في ظل طبعا التباينات حتى اللحظة وعدم قبول بعض الأطراف لهذه النتائج. بدأت ساعتان أخريان متجددتان وللحدث بقية.